استعمال طفل عنده 12 سنة ستة ابتدائي كان طبيعي جدا لحد سن 8 سنين أصيب بضمور في العضلات أدى لإصابته بالشلل، كان نفسه في كرسي يساعده على الحركة. البرنامج الحمد لله قدر بالتعاون مع أهل الخير يجيبوا له الكرسي. تعالوا نشوفوا بعد ما خد الكرسي أخباره إيه. هو تاني هو عنده 8 سنين تعب ما بقاش يمشي وعنده دموع عضلات، لفيت بينا وهنا رحت جميع الدكاترة عنده دموع عضلات، ما كان بيمشي كان بيمشي حلو بيروح المدرسة ما فيش أي حاجة، جاله على كبر كده بس أنا قاعد مرة واحدة ما بقاش يمشي، بشيله أدخله الحمام وبوديه المدرسة، تعبت معاه يعني لفيت هنا وهنا وما مفيش ناس، كله بيقول لي عنده الدمور دي ملوش علاج ولا ليه اي حاجه، كنت محتاجه بقى كرسي عشان اشيل عليه واخده عليه، اتصلت بواحد من الناس عشان يجيب لي كرسي يساعدني وجابهولي يساعدني على اللي انا فيه، يساعدني يعني ان انا اشيله واوديه واخرج بيه واجي بيه واخرجه بره وكده ويمشي بيه، وانا مبسوطه من اهل الخير اللي جابوا لنا الكرسي وبشكرهم وان هم ان انا جابوا لي كرسي عشان انا ايه ازقه بيه ويريحوني شويه، بقول لهم شكرا اللي بيساعدوا الناس الغلابه. مبسوطه اللي جابوا لي كرسي عشان اخرج بره.